هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. متابعيني الكرام، فعلا صدقت نبوءة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سينتشر الإسلام في كل بقاع الأرض ويدخل كل بيت بعز عزيز أو ذل ذليل. صدقت حبيبي يا رسول الله. قبل أيام الشيخ الجزائري والقطة التي صعدت عليه برقة وحنان، وقبل أيام قليلة الشيخ الباكستاني وحركته في مدينة الحبيب ونظرته إلى الحرم النبوي الشريف. انظروا، هو الإسلام البسيط. دائما نعتز بإسلامنا، دائما نفتخر فإن نبينا محمد، ونفتخر فإن ديننا الإسلام. أحبكم في الله، ودائما ابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لم من الأهوال مقتحم.